من أرضية الملعب إلى المدخل الخاص لكبار الزوار مع زميلي العزيز محمد طه. ماذا عن كبار الزوار وفي حضور هذا اللقاء، اللقاء مهم بالنسبة للأهلي وأيضا بالنسبة لزعيم آسيا؟ شكرا زميلي تامر سار، وكل التحيه لكل مشاهدينا ولزملائي في كل مكان. هنا ايضا في مدخل كبار الزوار لا يقل العمل بجديه في كل كما هو في الحال في كل مكان في جنبات استاد القاهره الدولي لهذه المباراه الكبيره بين زعيم افريقيا وزعيم اسيا. بالتاكيد نستعد هنا في المكان او المخصص لاستقبال ضيوفنا في كل انحاء طبعا العالم، من وفد الفيفا، من ايضا الكاف، وايضا اشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. كل شيء هنا يعني جاهز لاستقبال ضيوفنا. تم تخصيص المكان الزجاجي الأول في المقصورة الرئيسية لضيوفنا في أو الوفد الخاص بالعين الإماراتي، وبعدها الجزء الآخر اللي يعتبر الصف الثاني من المقصورة الرئيسية سيكون مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا وفد الفيفا والكاف. فبالتأكيد ننتظر حضورهم هنا في هذا المكان تقريبا قبل ساعة ونصف من بداية المباراة، لكن وصل دكتور سعد شلبي مدير تنفيذي النادي الاهلي وايضا دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي لمراجعه كافه الامور والترتيبات، لكن الى الان لم يظهر اي من مسؤولي الكاف او وفد الفيفا الذي سيكون متواجد في المقصوره الرئيسيه، لكن كنا نتمنى ان يكون انفانتينو او حتى موتسيبي موجود في هذه المباراه، لكن بالتاكيد اعضاء المكتب التنفيذي سيكونوا موجودين لحضور المباراه وايضا لحضور مراسم التتويج. بالتاكيد سنتابع مع كل أشقائنا وكل ضيوفنا اللي بنرحب بيهم في مصر، وسنكون معك طبعا ومع كل مشاهدينا خلال فترات المباراة وبعد المباراة، لكن الآن عودة لك تامر. شكرا للزميل العزيز محمد طه.